بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندنا النهارده the last chapter في الكورس بتاعنا، هو ال developmental anomalies of the oral and para oral tissues، او يعني احنا ممكن نقول عليه هو ال soft anomalies. احنا يعني كنا في باثولوجي 1 او الترم الاولاني خدنا حاجه اسمها دنتال انوماليز، يعني كانت المشاكل او الديستربنسز ريليتد للدنتال، او يعني اللي هو اقصد بيه التيث والفورميشن بتاعتها وايه اللي حصل، وخدته ايه الديستربنسز اللي حصلت، هل كانت ديفلوبمنتال، هل هيريديتوري، هل هي سين ادفيرس كونجنتال ولا لا، حاجات اكوايرد طبعا، وتعرفنا على كل حاجه من دول. الشابتر ده هيبقى نفس الديستربنسز دي بمعنى التيرمز دي، بس بدل ما تبقى ريليتد للتيث والديفلوبمنت بتاعتها، هنا ريليتد للاورال تيشوز اللي هي السوفت، والبارا اورال تيشوز اللي هو ممكن يكون حواليا الليب او الفيس اللي هي الحاجه الاكسترنال يعني. تمام. يعني مثلا هنشوف ان انا عندي ايه المشاكل اللي حصلت عندي، مثلا ريتد للفيس، للليب، للبالات، للتونج، للاورال ميكوزا. هنتعرف على الحاجات الديستربنسز للتيشوز دي، سواء كانت دي حاجه برضه هيريديتري، هل هي نتيجه ديستربنسز during the development، هل انا بشوفها برضه ادفيرس، يبقى انا كونوجينيتال، يبقى التيرمز دي هنتعرف عليها برضه، هنتعامل معاها في الشابتر بتاعنا ده اهو. اوكي طيب، we will start with the developmental disturbances of the palate. ايه الحاجات الديفلوبمنتال اللي ممكن تجيلنا ريليتد للبالت؟ في حاجتين، الاول اللي هم ليهم علاقه بالكلافتس، اللي هي كلافت ان هو ممكن يجي كلافت بالت او كلافت الفيولس اللي هو بيجي في الالفيولر بون اللي ماسك في البالت، اللي هو الحته بتاعه البريماكزيلا اللي هنا دي، لو في كلافت ما بين البريماكزيلا وما بين البالت او الهارد بالت بنسميها كلافت الفيولس، والبالت نفسه لو في اي شق بنسميه كلافت بالت. يعني احنا مش علينا الديتيلز عشان احنا شلنا حته الكلافت دي من عليه. طيب ثالث حاجه عندنا اللي هنعرفها بقى ان ديتيل هي التورس بالاتينس. تورس بالاتينس ده عباره عن ايه؟ يجي بيشنت ممكن عندي العياده ابص في البالات بتاعه الاقي زي سويلنج، حاجه عاليه اهي سويلنج، والسويلنج ده طبعا هو في الصوره مش باين، انا لما باجي احس ان هو هارد، مش يعني ممكن الصوره يبان لي ان هو حاجه سوفت، لكن it is not soft، لا هو حاجه هارد، هو بوني اكسكريسنس، يعني بوني سويلنج او بوني نوديول. موجود فين؟ بيبقى دايما في الميد لاين اوف ذا باليت زي الصوره اللي عندنا. طيب يا ترى ايه سببه؟ بيقولوا ان هو يعني مشكله حصلت during the development، فات از ا developmental ليجن. ساعات كمان لقوا ان هو ممكن يكون برضه هيريديتري برضو، وقال احنا بنعتبره هامرتوما. يعني لما اجي اقول لك ايه النيتشر اوف this lesion، ايه النيتشر؟ نيتشر مش يعني السبب، طبيعه الليجن ده ايه، يعني بحطه تحت كلاسيفيكيشن او جروب اوف ليجنز هي اسمها ايه، فهنقول ان هو هامرتوما. اوكي انا اذكركم تاني يعني ايه هامرتوما. هامرتوما يعني developmental malformation presents as a swelling and arises from normal tissue that are present in normal site. يبقى هو normal tissue in normal site دي اي حاجه هامرتوما، عكس اكتوبيا. المفروض ان احنا هنجمع كل الحاجات الهامرتوماتس ليجن ونجمع كل الاكتوبيك ليجنز اللي احنا درسناهم كتجميع، فحاجه من الهامرتوماتس اللي هي تورس بالاتينس، فكروا كده هامرتوما، احنا خدنا في البناين هامرتوما هتجمعوا معاه. اوكي طيب، لما انا ببص عليها كده انا بقول لكم ان هي حاجه مش سوفت، هي حاجه هارد. طب يا ترى ايه المشاكل اللي ممكن، او ايه الدنتال سيجنيفيكانس او الكلينيكال كونسيدريشن اللي انا هتاثر بيها لو البيشنت ده ايدنشلس بيشنت وجاي يعمل دنشر؟ فطبعا هتبقى الدنشر ده هيبقى فيه روكينج او بيبقى انستابل دنشر، فصعب ان هو يركب دنشر بيه، فمحتاج ان هو يعمل له سيرجيكال ريموفل علشان اسهل بعد كده لما اجي اعمل له الدنشر يبقى فيه فيتنس او فيتنج لل للدنشر بتاعي. بيجي اشكال كتيره زي الصوره بتاعتنا دي، يعني ممكن يبقى لوبيلر لكذا لوبيولز، اوكي ممكن يبقى فلات، ممكن يبقى فيوزي فورم يعني زي مطول كده اوفل ان شيب، يعني نودلر
كلها نفس يعني اشكال كتيره ممكن يجي بيها. الميوكوزا بتاعتي بتكون انتكت، ولكن طبعا بتبقى تنس او سين علشان هي مشدوده بالايه، بالبون اللي هو عمال ايه يكبر. لو احنا بصينا كهيستولوجي هيبقى معمول من كومباكت بون طبعا، وجواه كانسيلس بون زي اي بون عادي. طب في اخوها او اختها او اخو القصه دي حاجه اسمها تورس مانديبيلاريس، من زي التورس بلاتينس ان ده في البلات، لكن ده في المانديبل هو هو نفس القصه، بوني اكسكريسنس هامرتوما برضو، بس نفس البوني بروجكشنز اللي موجوده بدل ما في لاين في البلات بلاقيها هنا في المانديبل، خلاص عشان كده سموها تورس مانديبلاريس. طب البوني بروتيوبرنس او اكستوزس او دوه في اي حته في المانديبل؟ في اللينجوال سايد اوف ذا مانديبل زي ما احنا ايه شايفين اباف المايلوهايويد ايه لاين، ودايما بيجي في الحته بتاعت ريجن اوف ذا بريمولرز، يعني بريمولر هنا وبريمولر هنا، ادي التورس ايه مانديبلاريس. برضو لو انا بعمل دنشر في اللور جو او في المانديبل، والبيشنت ده هيتاثر طبعا، ازاي هعمل له فيتنج للدنشر وهو عنده الحتتين البون دول، فلازم ايه يتشال. ايه بقى الديفلوبمنتال ديستربنسز اوف ذا جو؟ زي ما كان عندنا كل حاجه ليها تيرم لاتن، يعني احنا قلنا مثلا عندي ستوميا يعني ماوث، عندي دونتش يعني توث، اوكي. فاحنا عندنا هنا جناثيا يعني جو، اوكي، ده باللاتن يعني مينينج يعني. طيب لو انا جيت هنا حطيت لي اجناسيا يعني او جناسيا دي هي مكتوبه متهيألي اجناسيا، هي مكتوبه معلش غلط، هي ان اي مش اي ان، خلاص دي هنا في غلطه في السبيلنج بس. فاجناسيا دي انا عندي اي مين اي مينز ابسنس، ف ابسنس للجو، الجو بتاعي مش موجود خلاص، يبقى حصل عندي developmental disturbance ان انا عندي في defect في formation of the جو. الجو ممكن يكون completely absent يعني هو كله ما اتكونش، او ممكن يبقى partially absent يعني مثلا جزء منه ما اتكونش، يعني مثلا لو انا قلت for example المانديبل حته منه ما اتكونتش، مثلا ممكن تكون حته من الكوندايل مثلا ما اتكونش، الكورونويد ما اتكونش، يبقى انا عندي كده ان هو ايه partial development للايه للجو. طيب يبقى ايه means absence of the ايه of the جو، اوكي. ده ممكن يجي برضو في المانديبل او ماكزيلا، يعني ايذر جو ممكن يحصل فيه مشكله في الديفلوبمنت. طب ليه حصلت؟ ده ديفلوبمنتال، اي حاجه فيها ديفلوبمنتال ديفكت او ديفلوبمنتال ديستربنس احنا حاجه ديورنج ديفلوبمنت حصلت واحنا مش عارفين ايه سببها. طيب عندي بعد كده الايه المايكرو جناثيا، خلاص مايكرو جناثيا يعني ابنورمالي سمول جو، جناثيا جو مايكرو سمول، يبقى انا عندي اتس ان ابنورمال سمول جو، ممكن برضو تحصل في المانديبل او الايه او الماكزيلا. طيب قال لي احنا هنقسمها لحاجتين ترو وابيرنت، وترو يعني وي مين ان انا عندي ترولي ان الجو ده از سمول، فبنشوفه كونجنتال، واحنا اتفقنا كونجنتال يعني سين ات بيرث، ودي ممكن تكون نتيجة هيريديتري ديفكت، او ان انا عندي الطفل ده او الشخص ده حصل انهيرتنس اوف ذيس سمول جو فروم هيز بيرنتس، تمام، او اكوايرد، والاكوايرد ترولي ان هو يعني هو تعرض لحاجه اكوايرد فاكتور اثرت على الجراس بتاع الجو ده، هو يعني مش ان هو يعني فاثرت على الديفلوبمنت، بس لازم يكون الاكوايرد فاكتور ده ديورنج الجو ديفلوبمنت، اوكي. يعني مثلا هو اتعرض لتروما، عنده انفكشن، فاثرت على الجراس سنترز بتاعته، الجو لسه بيتكون وبيكبر معايا، تمام. فمثلا الكوندايل او او الكورونويد او حته مثلا في الجراس سنتر بتاعه اتاثرت، فهيبان سمول ايه، او هي هيبقى مش هيبان يعني هو هيبقى اسمه جو، ده الاند ريزلت بتاعتي. طيب ابيرنت يعني ايه؟ يعني هو ظاهر، الابيرنتلي يعني هو ظهر عندي سمول جو، لكن هو مش نوت ترولي، يعني هو نوت ترولي سمول، اوكي. طيب ده ازاي؟ ان انا عندي حصل هي مشكله في الاوكلوجن، يعني الاوكلوجن او الاوكلوجن ما بين الماكزيلا والايه والماندبل، ان الـ ان الـ ان الماندبل حصل فيه يعني ريتروجن او رجع لورا، وده الاوكلوجن ما بين او يعني الاوكلوجن او ما بين الماكزيلا والماندبل بقى مش مظبوط، والماندبل كان راجع لورا شويه او حصل له ريتروجن يعني رجع لورا شويه.
شويه، اوكي. ففي ان في ريليشن شيب غلط ما بينه وما بين السكال، او ما بين الايه السكال يقصد مين، البيز اوف ذا سكال يقصد الايه المجزله، يعني الحته بتاعه الايه المجزله اللي انتوا عارفين، ان انتوا عارفين الاتاتشمنت بتاعي ما بين او الحاجه اللي هي زي المفصل عندنا اللي هو التي ام جي ده، اوكي. هو ده المفصل السكرو اللي هو بيفتح ما بين السكال وما بين الماندبل، اللي هو ده ما بين الاثنين. فتخيلوا ان انتوا عندكم المفصل ده اللي عامل زي الصامولة ده، هو حصل ان انا لو رجعت الجو رجع لورا شوية، فاذا هيبان ان ايه الاوكلوجن بتاعي او ريليشن من السكال والمجزلة مش مظبوط، فهيبان ان عندي الجو سمول، اوكي. وده apparently، لكن هو it is of a normal a size. طيب دايما اي صوره للجوف عشان اعرف هو كبير ولا صغير بتتصور زي اي كيس كده هتشوفوها، الكيس بتبقى دايما او بتشوفوها دايما تبان يعني او بنشوفها بروفايل. فهنا الطفل ده او الكيس دي، بصوا الجو هنا عندنا في الماندبل اهو، بصوا حته كده الماندبل تشين بتاعته كانها ايه مش موجوده، ده انه مش طالعه لقدام شويه، فهو اوريدي عنده الجو او اللور جو او الماندبل هنا صغير عن ايه عن الطبيعي. عندنا بعد كده تالت حاجه للجو هو الايه، هو الماكرو جناسيا، جناسيا جو وماكرو سمو سوري لارج. فانا عندي ابنورمالي لارج ايه جو، ليه حصل ان الجو عندي لارج؟ ادي الصوره بروفايل اهو، واقف بالبروفايل، فانا عندي هنا ده انه الجو عندنا هنا كبير، او البروفايل عندنا اهو ده انه هنا طالع لقدام كبيره، ده لا اما هيريديتري، يعني انا عندي هيريديتري بروبلم برضو ان هو عنده انهيرتنس لديفكت من الـ او ان هو الجو بتاعه كبير فانهيرتنس من البيرنتس بتوعه، او ان هو يبقى ممكن يجي ماكروجنيسيا، او ان انا عندي لارج جو مع اذر كونديشنز زي ايه، زي اللي انتوا خدتوه قبل كده الباجيت ديزيز اوف بون. الباجيت ديزيز اوف بون ده كنا عارفين ان هو كان عنده مشكله في البون ريموديلنج، وانتوا شفتوا ان هو عنده الجو بتاعه بيبقى بون انلارجد، فهو كده عنده ماكروجنيسيا. مثلا طبعا الجروس هرمون اللي هو الاكروميجلي، الاكروميجلي ده جروس هرمون فيه هرمونال ديفكت او امبالانس، ف زياده في الجروس هرمون، فاذا هيبقى عنده لارج جو برضو في حاله الايه الاكروميجلي. طيب احنا كده خلصنا الجو، نخش بعد كده على ديفكت او ديستربنس السمين في التونج. التونج فيه disturbances، طيب ممكن تكون disturbance دي حاجات developmental حصلت during the development، وممكن تكون حاجات acquired، يعني هتاخده او هنا حن يعني حن حن يعني هنشرح حاجات كتير يعني ليها علاقه بالديفلوبمنت، او في حاجات ممكن تبقى acquired، او حاجات مالهاش سبب معين او كوز معين related التونج. طيب before we start ان احنا نشوف ايه المشاكل اللي هتحصل عندي في التونج، يبقى انا لازم برضو اعرف او افتكر كده، نفتكر مع بعض هو التونج ده كان بيكون ازاي. التانج ده كان عندنا لو تفتكروا في الامبريو كان عندنا اللي هو السيكس فارينجل، هم كانوا بيبقوا سته، يعني هو انا بس الصوره اربعه بس هم سته فارينج، اللي هم اللي احنا قلنا بيبقوا فارينجل ارشز، خلاص بيبقوا في التو سايدز على الناحيتين بتوع يعني الفارينكس في الامبريو ديورنج ديفلوبمنت، اوكي. قال لي ان انا التانج عشان يبتدي يتكون بيطلع منين؟ بيطلع من الفيرست والسكند برانكيال ارش، اول واحد وتاني واحد مين، والثالث والرابع بيشاركوا برضو شوية، اوكي. فانا عندي كان الديفلوبمنت بيبتدي في ان عندنا حاجتين اسمهم او يعني في حاجة اسمها lateral lingual swellings او mandibular swellings بمعنى اصح، بيطلعوا من الفيرست برانكيال ارش، تمام. بيتقابلوا من الناحيتين، من الناحيه دي ومن الناحيه دي، اللي هو lingual swelling من هنا ولينجوال swelling من هنا، ويضموا لبعض. وفي حاجه اسمها tuberculum impar، التوبيركلم impar ده كان بيبقى شويه يعني زي nodular swelling موجود في البيز اوف ذا pharynx. طبعا مفروض ان انتوا عارفين الجزئيه دي، انا بس just to remind، يعني انتوا مفروض ان انتوا خدتوا الحاجات دي في الامبريولوجي او الديفلوبمنت اوف ذا تانج، وانتوا خدتوه في الامبريولوجي ادهولكوا، بس انا ايه بحاول ايه افكركم. فانا عندي الايه التوبيركلم امبار ده بيبقى نودلر سويلنج، بيجي التو لاترال لينجوال سويلنجز من ناحيتين، من الناحيه دي ومن الناحيه دي، اوكي، يضموا لبعض ميديالي، يتحدوا مع بعض ويغطوا التوبيركلم ايه امبار ده اللي موجود عندنا، تمام. طيب
كده انا خلصت ايه؟ يبقى انا كده عملت اول جزء في التانج بالتو لاترال لينجوال سوالنج والتيبريكلام ان برضه عملنا اول جزء في التانج اللي هو مين؟ الانتيريور تو ثيردز اوف ذا ايه اوف ذا تانج. طيب ايه اخبار البوستيرير وان ثيرد اوف ذا تانج؟ قال لي بوستيرير وان ثيرد اوف ذا تانج بيبقى نفس القصه دي بس بيجي لي مش من 1 و2 بقى، قال لي بيبقى بيجي من 3 وحبه من 4 يعني جزئيه من 4. اوكي بيطلع برده زي حاجه زي السويلنجز دي برده وبتبقى ماسكه في حاجه في النص او نودولار سويلنج في النص برده زي التوبيركلم امبار اللي كان فوق ده اسمه كوبيلا اوف هيس او اسمه هايبوكرانكل امينس وبيمسك مع بعض في يعمل لي posterior one third of the A of the tongue. اهو بصوا التانج طالع من الفيرست والسكند برانكل اشر دي، بصوا ده الايه الانتيرير تو ثيرد اوف ذا تانج خلاص، وقلنا الثيرد والفورث بيتحد بيطلعوا بالهايبر برانكل امينس او كابيلا اوف هيس اللي هو بيطلع من الثيرد ومن الفورث زي برضو سوالينج ويمسك في الكابيلا اوف هيس دي اللي هي في النص. اما هنا انا عندي لاترال لينجوال سوالينج من الفيرست وجزء من السكند برانكل اشر ويتحدوا مع التيبريكلام امبار، يبقى انا كده عملت ايه؟ الانتيرير 2 thirds وال posterior 1 third of the tongue. طيب ال anterior 2 thirds وال posterior 1 third of the tongue بي attach to each other في V shape، ده حاجة اسمها sulcus terminalis، وفي النص بيبقى نقطة الالتقاء ما بينهم ده اللي هو بتاعة ال triangle أو ال V shape ده، بيبقى فيه الحاجة اسمها ال A ال foramen A cecum. اوكي يبقى انا كده ده انا بس بريمايند يو بالديفلوبمنت اوف ذا تانج او التانج بيتكون ازاي النورمال بتاعه علشان لما نيجي نشرح اي حاجه فيها ديفكت فين تبقوا انتوا فاكرين بس النورمال عشان تعرفوا الابنورمال جه منين. تمام اوكي اول حاجه عندنا في الديستربنس ريتد للتانج حاجه اسمها اجلوسيا. احنا نمسك جلوسيا دي هو مينز التانج وده هو ده اللاتن نيم اوف ذا تانج اللي هو زي ما احنا ماشيين بكل اللاتن ووردز اللي خدناهم استوميا دونشيا جناتيا ريجو وهكذا. فانا عندي جلوسيا دي انا هنمشي بيها هنا او ماسكينها كترم ريتد للتانج اللاتن وورد ريتد للتانج في الحاجات اللي هي هنعرفها في الابنورماليتيز بتاعتنا. فاول حاجه عندي اجلوسيا، ا مينز لسه عارفينها ابسنس، يبقى انا عندي absence of the tongue يعني التونج عندي ما حصلوش development. اوكي يبقى انا عندي congenital absence of the tongue. ليه؟ لان انا بشوفه seen at birth which is a very rare condition. يعني اجلاسيا دي عشان patient يعني او الامبريو ده او الطفل ده بيبقى عندهوش تونج او اتولد من غير تونج، ده بيبقى يعني بتبقى صعبه او rare قوي قوي، او ممكن يكون عنده abnormalities ثانيه كمان وما كملش حتى النمو بتاعه ده. فالمهم انا عندي لو حصل ان عندي مفيش تانج او تانج ما اتكونش اصلا، طب ايه سببه؟ احنا لسه بنقول ان التانج عشان يتكون فيه اللي هم التو لاترال لينجوال سوالنجز اللي طالعين من الفيرست برانكيال اش. اوكي فالدول قال لي بقى ما اتكونوش اصلا. اوكي وبالتالي ما قدروش يعملوا فيوجن ويغطوا الحاجه اللي صغيره اللي في البيز اوف ذا فارينكس اللي اسمها تيوبيركلام امبار، فانا ما عنديش تو لاترال لينجوال سوالنجز اصلا. ادي الكيس اهو عندنا مفيش تانج، شوفوا بصوا كده التانج اهو مفيش خالص تانج عندنا. ايه اللي ممكن يبقى مكان التانج؟ نودولار اليفيشن صغير، ده لو كان موجود اللي هو ايه بيمثل او بيبريزنت التوبيركلام امبار هو اللي موجود في الفلور اوف ذا ماوس ده اذا ايه علقناه. طيب يبقى بالتالي ايه كلينيكال سيجنيفيكانس؟ هي كل الفانكشنز اللي التانج بيعملها انا مش هلاقيها. طب التانج ايه بيساعد على ايه؟ السبيتش طبعا، الماستيكيشن، الديجلوتيشن ان هو مش عارف يبلع، كل الحاجات اللي ريتد للفانكشن اوف ذا تانج كده مش هتبقى موجوده لان التانج اصلا مش موجود. تاني حاجه عندنا المايكرو جلاسيا. المايكرو جلاسيا هي ان التانج عندي سمول تانج. تمام يعني هنا التانج ايه عندي؟ سمول تانج، ابنورمال سمول تانج، والتانج هنا علشان برضو يبقى سمول كده برضو تيز فيري رير ايه كونديشن، واكيد برضو هيأثر لي على كل فانكشن التانج مش هيبقى قادر يعملها كويس. تالت حاجة عندنا الماكرو جلوسيا. الماكرو جلوسيا عندي هي يعني فيها حاجتين اوكي، وحاجه كونجنتال وحاجه
acquired، بقسمها لكده. ودي كان حتى من لما كنا بنجيب اسئله كنا بنقول ايه اسباب الماكروجلوسيا، يعني حاجه يعني ايه ماكروجلوسيا، يعني abnormally large tongue. طيب ممكن تبقى التانج ده enlarged نتيجه congenital causes، يعني حاجات حصلت يعني فبان وسين ادبيرس ان هو ماكروجلوسيا او عنده large tongue وهو يعني سين ادبيرس. طيب زي ايه مثلا؟ ان ماسكلر هايبرتروفي، ان الماسلز بتاعت التانج اتكونت او السايز بتاعها السيلز بتاعتنا السايز بتاعتها زياده، فبالتالي الماسلز عندنا سايز بتاعها كبير فالتانج بقى يبان ان هو لارج. ممكن تيجي ماكروجلوسيا مع داون سيندروم، وداون سيندروم احنا قلنا اللي هو ترايسومي 21 او ان انا عندي 3 كوبيز اوف كروموزوم 21، حاجه خدتوها وبتيجي سين ادفيرس اللي احنا قلنا ان هم نيفاي او هامرتوما او معرف يعني اللي انتوا حافظينهم اللي هم الهيمنجوما والانفنجوما اللي احنا خدناهم في البناين كونديشنز او بناين سويلنجز. ايه تاني؟ كريتينيزم، وكريتينيزم ده هو عباره عن عندي ثايرويد يعني هرمون ده قليل وفي الاطفال. اوكي فدي اول حاجه عندي الايه الكونجكت. تاني حاجة عندنا الايه الاكوايرد. الاكوايرد بقى ليه؟ ان ماكروجلوسيا ممكن يكون عنده enlarged tongue البيشنت ده نتيجة acquired cause. acquired cause acromegaly، ان هو عنده growth hormone يعني growth hormone بتاعه زيادة. اوكي مثلا لا قدر الله ان في اي حاجه تيومر في التانج، التانج ده لو في تيومر، تيومر مثلا سواء كان مالجننت تيومر كارسينوما مساركوما سواء كان بيناين لايبوما فايبروما، اي حاجه هتعمل انلارجمنت للتانج. اوكي طيب ايه تاني؟ اي انفكشن في التانج، جرانيلوماتس ديزيزز يعني اللي هم التي بي والسيفلس اللي هم بكتيريال انفكشن، ده اي انفكشن في التانج هيعمل انلارجمنت للتانج طبعا. ميكس ديما يعني عندي برضو اللي هو ديفيشنسي او ثايرويد او انا عندي فيه مشكله في الثايرويد هورمون برضو بس في الكبار. امايلودوزز، ان انا عندي ديبوزيشن اوف ذا امايلويد بروتين متالنت، ممكن تكونوا خدتوا امايلودوز قبل كده. امايلويد ديبوزيشن قلنا اللي هو بيبقى امايلويد ده بروتينيشس ماتيريال او مش بروتين بس هو كومبوننت من بروتين على على كربوهيدرات، وبيحصل له ان هو ديبوزيشن في ديفرنت بارتس اوف ذا اوف ذا بودي، فاي اورجان حصل فيه ديبوزيشن للامايلويد ده هيعمل له انلارجمنت، سواء مثلا ليفر كيدني تانج برضه هيبقى كله الامايلويدوزز ده الزياده او الامايلويد الزياده ده عمل لي انلارجمنت في الايه؟ في التانج. نمبر 4 عندي هي الانكيلو جلوسيا. اوكي انكيلو جلوسيا مينز يعني انا عندي ان انا عندي the tongue movement او the tongue movements are restricted او في limitation في tongue ايه movements بتاعتي. it is a developmental defect يعني هي الطفل ده او طوال يعني يعني حصل له مشكله في الديفلوبمنت بتاعت التونج. طيب ايه اللي حصل؟ قال لي ان انا عندي التانج ده اصلا بيبقى مفروض ان هو اتاتشد في الفلور اوف ذا ماوس بحاجه اسمها احنا عارفينها اللي هي اللينجوال فرينم، ودي عندنا كلنا لو حد اي حد حرك لسانه وقعد واقف قدام المرايه هلاقي في اللينجوال فرينم ده موجود اللي هو ماسك بالفنترال سيرفس اوف ذا تانج للفلور اوف ذا ايه اوف ذا ماوس. فقال لي ايه ساعات بيحصل ان انا عندي ان الفرينم ده او نتيجه ديفلوبمنتال ديفكت او ديستربنس ان الفرينم ده ممكن يبقى فيري شورت قصير جدا واتاتش نيه تو ذا تيب اوف ذا تونج. يعني انتوا تخيلوا ان انتوا عندكم الفرينم بتاعنا ده اقصر من الطبيعي وكمان مش لورا شويه لا لا قدام للتيب اوف ذا تونج، يبقى التانج بتاعي هيطلع هيقدر يتحرك بس هيتحرك بليميتد ايه موفمنتس، يعني في موفمنتس صغيره جدا ان هو قادر يتحرك بس بسيط، وكده احنا بنسميها ايه بارشال انكيلو ايه جلوسيا. طيب لو هو التانج عندي بقى ممكن ما يتحركش خالص في الليميتيشن يعني في ليميتد موفمنتس او الموفمنتس دي مش قادر يتحرك خالص، ده كده نتيجه ايه؟ نتيجه ان هو اتاتشد للفلور اوف ذا ماوس، يعني انا عندي ما فيش اي سيبريشن ما بين التانج والفلور اوف ذا ماوس. اوكي فده بنسميه كومبليت انكيلو ايه جلوسي. بنحط الكومبليت والبارشال تحت كلمه انفيريور انكيلو جلوسا. كلمه انفيريور يعني اللي تحت، يعني هو التانج موفمنت انا مش قادر احركه او هو حصل عند ليميتيشن اوف ذا موفمنتس بس من تحت كان حاجه شداه بتشده لتحت، فعشان كده قلنا انفيريور. لا اما بارشال قلنا لو الفرينم بتاعي شورت فرينم واتاتش نيد تو ذا تيب اوف ذا تانج، لا اما كومبليت ان هو مش قادر يسيبريت من الفلور اوف ذا ماوس هو لازق فيه. اوكي ده انفيريور.
طيب في حاجة تانية بقى اسمها ايه؟ اسمها superior ankyloglossia. يعني ايه superior ankyloglossia؟ يعني انا عندي التنج في مشكلة ان هو limited في الموفمنت بتاعته، او مش قادر restrictions في التنج movements، بس ان هي ممسوكة منين؟ من فوق. ايه بقى اللي ممسوك من فوق ده؟ ليه ممسوك من فوق؟ قال لي ان ساعات بيتكون during development، كان في مشكله اصلا عند البيشنت ده او الطفل ده او الشخص ده. اوكي، المشكله اللي حصلت له during development ان هو عنده cleft palate، اتكون له cleft palate، والcleft palate بقى ماسك في التنج. يعني ازاي cleft palate ماسك؟ ان في من سايد، ان الكليفت ده يعني شق، فالشق ده في تو سايدز، في جنبين، ففي جنب من الجناب دي فيها ميمبرين اوكي ماسك على الدورسوم اوف ذا تنج. يعني زي ما يكون ان في حبل مثلا، او في حاجه ماسكه من فوق لتحت في الايه، من عند الكليفت من فوق لغايه الايه السيرفيس اوف ذا تنج بتاعنا، او اللي هو الدورسوم اوف ذا تنج بتاعي عن وان سايد. فكانه عامل زي الحبل، يعني كان الحبل ده اللي هو ماسك من الفوق، من فوق من البالت، او من الكلاف بالت، من البالت من فوق، والتنج. فالتنج دلوقتي مش قادر يتحرك، زي الايه التنج ده كانه ممسوك بحبل من فوق. زي مثلا ايه، كنت اقعد اشبهها اقول ان هي عامله زي العروسه المارينيت، ان انا عماله العروسه دي انا عماله احركها بحبل، فالحبل ده جاي منين؟ من عند السايد اوف ذا بالت لغايه التنج، وانا عماله احرك التنج ده، التنج مش قادر يتحرك، كل ما يتحرك كانه مشدود من ايه، من فوق. ده السوبير. يبقى احنا خدنا انفيريور وخدنا سوبير، يبقى من فوق ومن تحت. طيب ايه اكوايرد؟ اكوايرد انكيلو جلوسيا، اكوايرد يعني ان هو التنج فيه ريستريكشن اوف موفمنتس، بس نتيجه اكوايرد فاكتور. يعني هو ما حصلش فيه ديفلوبمنتال ديفكت، مشكله في الفورميشن، الفرينم، الممبرين اللي احنا عاملين نقوله جنب البالت، لا، ده هو عنده مشكله. يعني هو ممكن نقول عليه بمعنى اصح كده ان التنج تعبان. طيب تعبان ايه؟ مش قادر يتحرك، عنده ايه؟ عنده انفكشن مثلا، عنده خد تروما، عنده تيومر مثلا، التيومر ده اتعرض لراديشن، الحاجات دي كلها كل ده بتخلي التنج تعبان، فاذا التنج مش قادر يتحرك. يبقى انا كده نتيجه الفاكتورز اللي هي اكوايرد دي، بقى انا سميتها انكوايرد انكيلو جلوس. في ترم بقى عكس الايه اللي احنا بنقوله ده، اللي هو هايبر موبيليتي اوف ذا تانج. يعني ايه هايبر موبيليتي اوف ذا تانج؟ يعني التانج بتاعي بيتحرك بس بزياده، بدل ما يبقى عنده ريستريكشن اوف موفمنتس ومش قادر يلف ويتحرك وكده، هو عمال يتحرك بزياده. يبقى هو عكس اللي انا بقوله. طيب بدل ما هو يبقى عنده شورت لينجوال فرينم، هو عنده ديفلوبمنتال ديستربنس برضه، او حاجه مشكله حصلت ديورنج ذا ديفلوبمنت، ان الفرينم بتاعي بدل ما بقى شورت لونج، هو اتكون بس بزياده. فاللونج ده ايه؟ ان هو عمال يتحرك ويلعب جامد قوي. اوكي، يبقى هو عنده لونج فرينم بدل الشورت ايه؟ لينجوال فرينم. طيب هل ده حلو ولا وحش؟ قال لي طبعا اكيد بدل هو مش مظبوط، يعني اللي هو الحاجه اللي ربنا خلقها زي يعني نورمال، ده الطبيعي. الشورت كان فيه مشكله طبعا في الموفمنت، وهنا برده مشكله ان الموفمنت بتاعه الزياده قوي ده ممكن يخليه يعمل كومبليكيشن، ان هو يعمل ايه؟ دروب باكورد. طب لما هو يعمل دروبينج باكورد هيعمل ايه؟ اوبستراكشن اوف ذا اير واي، ولو عمل اوبستراكشن اوف ذا اير واي هيعمل للبيشنت ده او البيرسون ده هيعمل له اسفيكسيا او سافوكيشن او اختناق، لان هو هيقفل الايه؟ الاير واي. فبرده حتى الهايبر موبيليتي برضه بتعمل لي ايه؟ كومبليكيشن. نمبر 5، انا عندي حاجه اسمها كليفت تانج. كليفت من شق، ان التانج فيه شق، فهو ديفكت ديفلوبمنتال برضه ديفكت. اوكي، سين كونجنتال، يعني شفته كونجنتال، سين ات بيرث. اوكي، طيب ده بيحصل ايه او بشوف فيه ايه؟ ان انا بيكون عندي فيشر او كليفت رانينج انترو بوستيريرلي على الايه، على السيرفيس او الدورسوم اوف ذا تانج، من عند التيب لغايه باكورد. ممكن يبقى زي ما احنا شايفين اللي هو بارشل كليفت، وممكن يبقى كومبليت كليفت اللي هو كانه مقسوم نصين كده، عامل زي لسان السنيك، زي لسان التعبان، اللي انتوا لسان التعبان ده بيبقى مشقوق، كانه مشقوق نصين بالظبط. طيب ليه حصل كده؟ ليه بقى فيه ممكن يكون فيشر سواء بارشل، يكون فيه زي السنيك كده حاجه كده عامله زيه وقلناها مقسوم نصين، ده اللي هو كومبليت، ليه ممكن يكون فيه كده؟ قال لي علشان ايه؟ قال لي علشان حته ان انا عشان يتكون عندي الانتيوتو تودو دانج او اللي هو ده، قلنا بيتكون بايه؟ بال تو لاترال لينجوال سويلنجز، اللي هم قلنا بيموف ميديالي، بيجوا جنب بعض ميديالي، وبعد كده بيغطوا الترابيكولوم امبار. طيب هو اوريدي الاثنين دول جم عمالين يقربوا ميديا للبعض بس ما قفلوش كويس،
ممكن يكونوا قفلوا partially يعني ما كملوش القفل بتاعهم فبقى عندي ال end result عندنا ال partial cleft ده، وممكن يكونوا ان هما ما قفلوش خالص فبقى الطنج عندي مقسوم نصين زي ما احنا ايه شايفين في ال complete ايه cleft. طيب بيقول لي الكلاف تونج ده اللي هو الكومبليت ده بيسميه بيفيد تونج، بيفيد باي يعني ان هو عنده كانه مقسوم نصين اللي هو بقى اتنين، بيفيد يعني ان هو مشقوق اتنين نصين، ده الاسم التاني للكومبليت ايه كلاف تونج. تمام نمبر 6 عندنا حاجه اسمها ميديان رومبويد جلوسايتس. ميديان رومبويد جلوسايتس ده هل هو اسمه جلوسايتس مينز ان التانج عندي فيه انفلاميشن، وميديان هو في النص ورومبويد يعني شكله رومبويد، فقال لي هو انا بلاقي زي حاجه في النص كده في التانج، التانج ده حاجه حمراء كده اليفيتد شويه دي بابيليتد يعني هي سلايتلي ريزد وريدش لونها احمر دي بابيليت ما فيهاش بابيلي اوكي، الماس ده بيبقى بينلس وموجود على الدورسوم سيرفيس اوف ذا تانج، مكانه فين بالظبط؟ قدام شويه anterior to the circumvallate papillae. يعني ايه؟ احنا عندنا مفروض لو انا ماشيه كده انا عندي في حاجه اسمها في شيب sulcus terminalis صح؟ اللي هم دول اوكي؟ طيب قال لي في نقطه هنا اسمها foramen cecum، هو anterior للفورامن cecum وكمان قدام مين؟ انا عندي في حاجه اسمها circumvallate papillae، papillae دي موجوده قدام ال في شيب sulcus terminalis يبقى هو طالع لقدام من ال circumvallate papillae ده هنا. طيب الحاجه اللي انا شفتها دي هي يعني يا ترى هي ميديان؟ هي ميديان يعني ماشيه مع الاسم. طيب رومبويد ولا لا؟ قال لي لا ده الاسم ده ميس نومر، ممكن تكون راوندد ممكن تكون اوفل مش لازم تكون رومبويد. طيب ثالث حاجه قال لي جلوسايتس، جلوسايتس يعني هي نتيجه انفلاميشن في التونج او انفكشن في التونج، فقال لي لا مش نوت نتيجه انفكشن انفلاميشن التانج، فايتيز اميس نومر يعني نوت ارايت نيم ليها. ليه بقى؟ طيب هي ليه ممكن تكون موجوده؟ قال لي ده ديفلوبمنتال ديفكت. طب ليه ديفلوبمنتال ديفكت حصل ايه؟ قال لي اصل انا المفروض ان احنا عندنا اللي احنا قلنا ان في تو لاترال لينجوال سوالينجز بيجوا ميديالي خلاص في النص يعني يجي من هنا ويجي من هنا ويقفلوا التانج فوق حاجه اسمها تيبركلم انبار ويغطوه. طيب افرض ان هم ما غطوش التيبركلم انبار ده، يعني هم جم هنا اللاترال لينجوال سويلنج ماشي ماشي كده لينجوالي ومن الناحيه دي ماشي لينجوالي سوري انا اسفه ميديالي يعني جاي ناحيه النص في الميديان وده هنا جاي في الميديان في النص برضو من هنا ومن هنا وجم خلاص هيقفلوا اوكي، ما غطوش بقى التيبركلم انبار فالتيبركلم انبار بقى واقف في النص، عارف ليه اقول لك زي اللقبه في الزور كده هو في النص بالظبط زي الحاجه الحجره اللي موجوده في النص، فاذا هيبان هيظهر فين؟ في الايه؟ في التانج زي ما احنا ايه شايفين الشكل اللي احنا قلنا عليه والمكان ده هون. طيب شكله ده لما العيان هو ما عندوش هو بينلس ماس وما فيش اي حاجه بس هو ممكن بيطلعه بيفتكر ان حاجه حمراء كده موجوده عنده ان هي كان تيرن مالجننت فطبعا احنا هنعمل له يعني اشورنس ونقوله لا ده ما فيش حاجه وان هو doesn't turn malignant ولا اي حاجه اوكي. ممكن تاخده في الميديسن بعد كده يعني ان شاء الله السنه الجايه يعني هتاخده في الميديسن الميديان بول جلوسايتس. في اراء دلوقتي بتقول ان هو ممكن يكون انفلاميشن وكانديدا انفكشن وان هو مش ان هو ديفلوبمنتال ديفكت، وكان بعض الناس بتعتبره ان هو يعني دي نتيجه كانديديزز او نتيجه فانجل انفكشن بيدوله انتي فانجل تريتمنت وممكن بتروح اوكي، ولو ما راحتش يبقى هي بيتاكدوا انها ديفلوبمنتال ديفكت زي ما احنا بنقول. نمبر 7 عندي فيشر ذا تانج، من اسمه ان انا عندي فيشرز يبقى اصلا اتيز يعني ديفكت او كونديشن في التانج ان ويتش ذا سيرفيس اوف ذا تانج كونتيننج جروفز او فيشرز سيمتريكال او سيمي سيمتريكال يعني كلهم شبه بعض او سيمي سيمتريكال جروفز على الهول سيرفيس او الدورسال سيرفيس اوف ذا تانج عندي. طيب هل هو ديفلوبمنتال؟ قال لي لا هو الكوز بتاعه انون احنا مش عارفين سببه ايه اوكي ممكن يبان في اني تايم ملوش حاجه معينه. طب ايه الفاكتورز اللي ممكن تبقى ريليتد ليه؟ الفاكتورز عندنا ان ممكن بيشن ده بيبقى عنده سموكينج طبعا دي من الحاجات اللي دايما بتبقى مرتبطه باي حاجه في الاورال ماوث انفكشن قالوا انفكشن ممكن زي السيفلس عنده واحد سايكولوجيكال ستريس كرونيك تروما ديفيشنسي فيتامين في كمان على فكره ربطوها بالتشيليز اللي بياكلوا سبايسي فودز كتيره مثلا التشيليز هي اللي ممكن عملت فيشرز في التانج برضو يعني برضو من الحاجات اللي كانت موجوده او مكتوبه يعني
ده كده. طيب بيقول لي ان هي ممكن يجي الفيشر تانج ده لوحده خلاص، وممكن يجي مع سيندروم، واحنا السيندروم ده جبنا سيرته قبل كده اللي هو اسمه ايه، ميلكرسون روزنسال سيندروم، ميلكرسون روزنسال سيندروم اللي هو باسم ايه شخصين. طب الميلكرسون روزنسال سيندروم ده كان عنده ايه؟ كان عنده فيشر تانج، عنده فيشر باراليسيس، وعنده كيلايتس جرانيولوماتوزا اللي احنا خدناها في الليب، اللي هي ان عندي كيلايتس جرانيولوماتوزا اللي هي في سوالينج في الليب وبتيجي في الابر ليب اكتر، تمام. ده الايه، ميلكرسون روزنسال اي سيندروم. الفيشر تانج ده عندنا بيجي الفيشرز دي بتبقى مفروض بينلس، البيشنت مش بيحس ببين، مش بيشتكي ببين الا اذا كان بعض الاكل مثلا دخل جوه الدبس بتاع الفيشرز، فيبتدي مثلا بيحس بشويه انه يضايقه او حاجه تبقى وجع يعني بينفل شويه بتضايقه لو دخل جوه، لكن عامه هي بينلس. لو بصينا للدبس بتاعتها هنلاقي ان هي ما فيهاش بابيلي، الدبس اوف ذا ايه، اوف ذا فيش. طب ايه الاشكال بقى اللي ممكن تاخدها؟ ممكن تاخد يعني الفيشر تانج ده ممكن ياخد اشكال كتير. ممكن ياخد مثلا ترانزفيرس انه يبقى ماشي بالعرض، اوكي. ممكن الريجولر زي الكيس دي مثلا ان هو اي شكل خده اي باترن. ممكن يبقى فوليشيس، فوليشيس اللي هو عامل زي ورقه الشجر اللي هو تحسه ان كله ماشيين بميل كده، اوكي. وفي شكل تاني يمكن مش موجود هنا اسمه سيريبري فورم، معلش يعني مكتوب عندكم غلط في النوتس، مكتوب كريبري فورم. كريبري فورم ده يعني مخرم، لا هو سيريبري فورم مش كريبري فورم، يعني سي اي ار مش سي ار اي، ده غلط خلاص. طب ليه سيريبري؟ علشان قال لي شكل البرين، يعني تحس ان هو كانهم سي 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 كده في بعض، ده اللي هو شكل التعريجه او الريجولاريتيز اللي هي بتاعت البرين بتاعتنا، فاسمه سيريبري فورم. ده برضه باترن من الباترنز اللي ممكن تاخدها شكل الايه؟ الفيشرز اللي عندي. The next the developmental disturbance of the tongue، ولا هي مش developmental برضو، اللي هي geographic tongue. geographic tongue لو انا بصيت على الكيس كده، بصوا شكل التانج ده ايه، ده شكله كله عامل زي ما يكون زي الماب، زي الخريطه، زي الكيس دي، فعشان كده سموه geographic tongue. دي حاجه من الحاجات اللي ممكن تجي لنا او نقابلها او نشوفها في عيادتنا، مثلا patient عنده الشكل ده. ايه الجيوغرافيك تانج ده؟ قال لي ان انا عندي بيشنت، ممكن يعني احنا دلوقتي او انتوا شويه ابتديتوا تبصوا لنفسكم وتقولوا يعني ان انا ببص لنفسي في المرايه، باخد باثولوجي مش عارفه ده عندي ايه، فبقعد اتفرج على الطن. فحصل ان بيشنت من بيشنتس جه مره بيبص على نفسه في المرايه، فلقى ان هو عنده زي ريدش باتشز موجوده في السيرفيس اوف ذا تانج، حاجات بقع باتشز حمراء في التانج بتاعي. وقال لي الباتشز دي سراوندد باي ايه، باي وايتش بوردر، يعني لون ابيض بوردر للباتشز دي، زي مثلا الصوره اهي عندها باتش حمراء اهي وحواليها بوردر ابيض، اوكي. في الاول كان قلقان، هي بينلس مفيش اي وجع ولا حاجه، هو شافها بالصدفه واكتشفها بالصدفه. وبعدين بعدها بكام يوم ابتدى يبص كده لقى ان هي اختفت ومش موجوده، تمام. بعدها باسبوع بقى يبص تاني على المرايه بتاعته، بيبص كده بيشوف التانج بتاعه اخباره ايه، فلقى ان هي نفس الباتشز دي موجوده، بس بدل ما موجوده في نفس المنطقه اللي هو شافها فيها مثلا، يعني تخيلوا ان هي مثلا على الدورسال سيرفيس اوف ذا تانج، هو بقى بعد كده موجوده على اللاترال سايد مثلا، زي ايه، زي الصوره، زي الكيس دي، اوكي. فهو ابتدى يقلق، يعني ابتدى ياخد ليه الاشكال اللي بتحصله في التانج، وازاي هي بتتحرك كده، يعني هي بتتحرك. ومن هنا الاسم اللي جاء، الاسم اللي قال عليها او الاسم التاني اللي موجود عندنا حاجه اسمها اريثيما مايجرانس. مايجرانس يعني من مايجريشن، ان هي بتتحرك، واريثيما علشان هي لونها احمر خلاص ريدش، اوكي. فبيجي للبيشنت او سوري انا اسف، بيجي للدنتست او بيجي للدكتور، يعني بيشتكي له ان هو خايف، وايه ده منظر، اي حد بيشوف منظر الاورال كافيتي او التانج بتاعه زي اللي احنا شايفينه ده، زي الجيوغرافيك ده ان مخطوط، طبعا بيفتكر ان هي حاجه مالينانسي. فانا بعمله ري اشورنس وهقول له لا، ده حاجه اسمها جيوغرافيك تانج وهي بيناين كونديشن، عشان كده سميناها بيناين مايجراتوري. مايجراتوري يعني ان هي مش بتعمل مايجريشن وانها بيناين خلاص. جلوسايتس اوكي، انها في التانج بس هي مش ريتد انفلاميشن، يعني لما اجي اقول جلوسايتس انها انفلاميشن، لا هي اوف ان نون كوز، بس يمكن عشان فيها حتت حمراء. طيب ليه بقى حصل عندي الحتت الحمراء دي، او الحتت الحمراء دي بانت ليه؟ احنا عارفين ان انا عندي التانج بيبقى كفرد او السيرفيس بتاعه فيه بابيلي كتير، اوكي. البابيلي الوحيده اللي بتبقى كيراتينايز او كفرد باي كيراتين هي الفيلي فورم بابيلي،
اوكي، وهي اللي بتديني شكل التنج. يعني التنج عندنا بصوا كده على السيرفيس بتاعه بيبقى فيه ابيض، يعني انتوا لو حد فتح بتفرج على التنج بتاعه هتلاقوا ان السيرفيس اوف ذا تنج كله معمول زي حاجه بيضاء كده، يعني واخد لون ابيض زي القطيفه على السيرفيس بتاعه. اوكي ليه؟ علشان ده اللي مديه الشكل ده هو الفيليفورم بابيلي اللي هي اصلا كفرد باي كيراتين، فالكيراتين بيبقى لونه ابيض. طيب وبعدين في النص ممكن تلاقوا بقع بيضاء، بقع حمراء كده، البقع حمراء دي اللي ان بتوين، دي اللي هي الفانجي فورم بابيلي اللي هي بيبقى لونها احمر علشان خاطر هي مش كيراتينايز. فانا اللي بيحصل عندنا ان بيحصل ديس ابيرنس او فيلي فورم بابيلي بيحصل لها لوس او بتقع، تمام اوكي، والفانجي فورم بابيلي هي اللي بتبقى ريتيند. فبالتالي بلاقي الارياز الحمراء دي او البطش الحمراء دي اوكي هي دي نتيجه اللوس اوف ذا فيلي فورم بابيلي والفانجي فورم اللي هي موجوده. طب ليه البوردرز بتاعتي ليه حواليها لونها ابيض؟ عشان دي الفيلي فورم بابيلي اللي هي لسه ما حصلهاش حاجه، اللي هي موجوده اصلا على 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 السيرفيس اوف ذا تانج، فهي مدياني البوردر الخط الابيض. اما اللي في النص دي هي اللي راحت اللي هي مشيت، فبقت هي اللي لونها احمر نتيجه الفانجي فورم اللي موجوده والفيلي فورم اللي ايه اللي مشي، تمام. فهو ده الايه الباثوجينيسيس بتاعت ليه بقى حصل ان الفانجي فورم دي بقت والفيلي فورم حصل لها لوس. وي دونت نو، ات از كونديشن اوف انون ايتيولوجي. في ناس قالوا ان هي ريتد للسايكولوجيكال ستريس، يعني مثلا واحد عنده ستريس، تعبان، متضايق، عنده ازمه نفسيه، عنده امتحانات مثلا عنده حاجه كده، فيبقى ان بيحصل فيها اللي ممكن يقابل او يحصل له ايه الكونديشن دي. هي بتيجي اكتر على الانتيرير تو ثيردز اوف ذا تانج، وممكن تلف نلاقيها برضو على اللاترال بوردرز اوف ذا تانج زي الكيس اللي انا قلتها لكم او انا وريتها لكم. اوكي كل واحده منها بتقعد الباتش دي 1 ويك، يعني اسبوع واحد، وبعد كده بيحصل لها ديس ابيرنس وبتريابير او بتروح في حته تانية زي ما احنا ايه قلنا. وطبعا اي حد بيشنت بيجي كده بنعمل له ريأشورنس، بنقول له اتيز ا بناين كونديشن. نمبر 9 عندي حاجه اسمها هيري تانج. هل التانج ده عنده شعر؟ يعني كلمه هيري يعني عنده شعر، او بلاك هيري تانج الشعر ده لونه اسود. طيب الكونديشن دي برضه ايز اوف انون ايتيولوجي زيها زي الجيوغرافيك تانج اللي قبلها. بيحصل هنا العكس بقى، بدل ما يبقى عندي لوس اوف فيليفورم بابيلي زي الجيوغرافيك تانج، انا عندي ايه proliferation of the filiform. الفيليفورم بابيلي بتكبر، بتزيد بزياده. اوكي طيب، وكمان ان الكيراتين اللي عليها الكتير ده، المفروض ان احنا عارفين الكيراتين بيحصل له ديسكواميشن، بيتقشر، لا ده كمان ما بيتقشرش. فبالتالي البيشنت بيبقى عنده على السيرفيس اوف ذا تانج تحس ان ايه اللون الابيض ده زاد قوي، عامل زي القطيفه كده، ثيك كوت، يعني هو فعلا ثيك كوت كفر او ثيك كفر على السيرفيس اوف ذا تانج، لونه كله ابيض جامد. ليه؟ لان هو اللي مديني اللون ده هو الفيلي فورم بابيلي اللي حصل لها بورليفريشن بزياده او زادت عن الحجم الطبيعي بتاعها. يبقى هنا عكس البتاع. يعني لو قعدنا نقول ايه الكونديشنز اللي حصل فيها لوس اوف فيلي فورم بابيلي، هتقولي جيوغرافيك تانج. طب ايه اللي حصل فيه بورليفريشن فيلي فورم بابيلي؟ الهيري ايه؟ الهيري ايه تانج. فهنا عنده باين بالشكل ده اللي احنا قلناه. طب في ايه الكوزز او الفاكتورز ريليتد ليه؟ سموكينج، استخدم برضه انتيسبتيك مثلا اللي هي حاجات الموصوش مثلا، في بيقولوا انه اتعرض برضه للاكس راي، في عنده قالوا ان مثلا ليه علاقه بالفوميتنج اللي بيبقى عنده مثلا بيرجع كتير، اتعرض لاكس راي راديشن، يعني انتيبيوتكس، حاجات كتيره قوي اتقالت، سموكينج، يعني برضه كلها فاكتورز ومش عارفين هي سببها ايه. خلاص اف انون كونديشن. طيب شكلها عامله ازاي؟ ممكن تجيلي زي الصوره اللي فاتت اللي انتوا شفتوها اللي هي كلها قطيفه بيضاء، بس مع الوقت البيشنت ده بياكل، بيشرب، بياخد دراجز، بياخد مش دراجز، دراجز بمعنى دراجز، يعني بياخد انتيبيوتكس، بياخد يعني ادويه، ميديكيشنز يعني. اوكي فاللون ده، اللون بتاع الابيض ده بيتغير، بياخد لون. اوكي ممكن يبقى في الاول يلو، بعدين براون، بعدين بلاك، ومن هنا جاء اسم بلاك هيري ايه تانج. ليه؟ علشان ايه اللي خلى اللون ده يتغير؟ ممكن يبقى فيه ان بتوين ايه كروموجينيك ايه بكتيريا.
طبعا هو البيشنت ممكن يتضايق من هنا ليه؟ لان هو او الحاجه اللي هتضايقه يجي يقول لك انا متضايق منه، هو طبعا بينلس مفيش اي مشكله، هيتضايق من ان ممكن نتيجه اللودجنج اوف فود او الحاجه تعمل لي فاول اوردر، لان هو عنده طبقه على التنج مش قادر يعني ينظف كويس. فكل اللي انا هنصحه بيه انه يجيب فرشه ناعمه خالص سوفت فيري سوفت، وانه يحاول فعلا ينظف لسانه من ان لاخر، هو يمسحه او يعمله كده بالفرشه الناعمه دي. التنظيف ده هيساعده على ان مثلا مفيش يحصل فود لودجنج ان بتوين البابيلي دي، او على او يديني اللون ده هو، او يعمل له فاول اوضه. نكست تانج كونديشن عندنا حاجه اسمها لينجوال ثايرويد نوديول. لينجوال ثايرويد نوديول دي زان اكتوبيك كونديشن، يعني احنا لو احنا بنجمع الكونديشنز اللي هي اكتوبيك، يعني ايه اللي هي انا عندي بريسنس اوف نورمال تيشو ان اب نورمال سايت، خدنا كذا حاجه قبل كده، تعالوا نفكر نفسنا ايه الحاجه اللي خدناها اكتوبيا. خدنا ان انا عندي لاتنت بون سيست، دي مثلا كانت اكتوبيا. اوكي عندنا ايه تاني؟ عندنا هناخد دلوقتي دي لينجوال ثايرويد نوديول هي اكتوبيا، ممكن تقولوا انامل بيرل برضه كاكتوبيك كونديشن، هتاخدوا واحده في بعد شويه في الاورال ميكوزا كاكتوبيا برضه. طيب ايه بقى الاكتوبيا؟ ايه النورمال تيشو ان اب نورمال سايت؟ نورمال تيشو عندي هو الثايرويد تيشو، الاب نورمال سايت ان هو بقى موجود within the substance of the tongue. هاو كم ان في ثايرويد تيشو موجود within the substance of the tongue؟ هنحكي الحكايه دي، ويمكن احنا قلناها لان هي برضو ريليتد لحاجه خدناها قبل كده اللي هي ثايروجلوسال تراكت سيست. لو تفتكروا ثايروجلوسال تراكت سيست ده كان نفس القصه ونفس الباثوجينيسيس برضو، يعني او في نفس القصه ريليتد لنفس الديفكت. يعني هو التنج عندي بيبقى اثناء الديفلوبمنت بتاعته بعد ما بيخلص يعني او بيبتدي يعمل، بيبتدي عايز الثايرويد جلاند تتكون. ثايرويد جلاند لما بتيجي تتكون بتتكون فين؟ بتبتدي الاول البرايمري سيلز بتاعتها، يعني بدايه السيلز بتاعتي بتتكون فين؟ بتتكون عند الفورامين سيكم. انتوا عارفين الفورامين سيكم اللي هو النقطه اللي احنا قلناها اللي هي بتاعت الفي شيب سالكاس تريمناليس دي، النقطه دي الفورامين سيكم ده هو البدايه بتاعت البرايمري سيلز او البريمتيف سيلز اللي هي اصلا هتعمل لي الثايرويد جلاند، بتتكون في الحته دي في الريجن بتاعت الفورامين ايه؟ سيكم. تمام؟ طيب مفروض ان الثايرويد جلاند تبقى فين؟ بتنزل تحت، يعني الثايرويد جلاند تبقى فين؟ فين في الحته في الميد لاين اوف ذا نك. طب انا عايزه اخد البرايمري سيلز البريمتيف دول اللي هم اتكونوا في اخر التنج ده وانزلهم ايه؟ تحت. فبيتكون تراكت ساعتها during the development اسمه ثايروجلوسال تراكت عندنا، اللي هو ما بين ايه؟ ما بين الثايرويد جلاند وما بين الايه؟ التنج. ما بين الثايرويد جلاند وبين التنج يبقى في تراكت بيتكون ما بينهم، بيبتدي عن طريقهم الابيثيليال سيلز اللي هي اتكونت في الاخر التنج دي تنزل اوكي along الايه التراكت ده لغايه اما تروح للنك وتخلص كل السيلز، تنزل كوك تماما من التنج تروح للنك، ويبقى الثايرويد جلاند عندي موجود في الايه في النك. طيب افرض حصل عندي حاجه، هو المفروض يعني الثايرويد تراك ده خلاص بعد ما يخلص المهمه بتاعته بيتقطع ويبقى في ريمننس منه، الريمننس دي هي اللي احنا قلنا بتعمل ثايروجلوسال تراك سيستم. لا طب افرض بقى هنا بالنسبه لي انا ان انا عندي جزء من او كل حتى الثايرويد تيشو ده ما نزلش تحت، يعني فضل جزء منه جوه التنج، المفروض كله ينزل تحت في النك، لا ده هو هنا ما نزلش كله، حته منه within the substance of the tongue، هتعمل لي حاجه اسمها لينجوال ثايرويد نوديول. يعني انا عندي ثايرويد نوديول لينجوال يعني موجوده في الايه؟ في التنج، موجوده فين؟ يعني بصوا شكلها اهي، حاجه نوديول اهي موجوده في التنج، السايد بتاعها فين؟ ورا شويه، يعني انا ما اقدرش ابص على الكيس دي اقول دي ميديا رومبويد كلوستايتس، يعني ميديا رومبويد كلوستايتس بيجي برضه ليه؟ لان دي بتبقى ورا خالص، فين؟ في النقطه اللي هي ايه؟ ما احنا قلنا عندي طالعه من الفورة من سيكم، فهي في النص في الميد لاين في النقطة بتاعت الفورامين سيكم، فتبقى جوه، لكن الميديا روبويد جلوسايتس بيبقى بره لان هو قدام الفورامين سيكم لبره شوية. اوكي شكلها عاملة زي النوديول اوكي اليفيتد على الدورس السيرفت اوف ذا تانج زي ما احنا شايفين، بما ان هي عالية كده فممكن عن طريق يعني البيشنت في الحتة دي يتعرض ان هو ايه؟ يتعرض لإريتيشن، يعني طبعا الأكل والحاجة والبتاع فبتتعرض لإريتيشن. مع الوقت مع تعرضها للإريتيشن والتروماتايزيشن دي ان هي ممكن طبعا انها تتعرض ان هي يحصل تغييرات في السيلز بتاعتها وتتحول لي الى مالجننت. نوع المالجننسي ادينو كارسينوما. ليه ادينو كارسينوما؟ علشان هو جلاند، فهو حته جلاند فحاجه جلانديلر فاتعملت ادينو ايه كارسينوما، يبقى ات كان تيرن مالجننت، لكن الميديان روبويد كلوستاتس قلنا انها كانوت تيرن ايه مالجننت. ده بالنسبه للايه الشكلها.
هنعالجها ازاي؟ يعني انا هعالجها ازاي؟ ممكن البيشنت طبعا عشان هي عاليه زي ما احنا شايفين يجي يبقى متضايق منها، يعني حاسس ان في حاجه كبيره في المنطقه دي بتضايقه، مع التروماتيزيشن بتضايقه. طيب انا عشان اعالجها لازم الاول ابتدي افكر اذا كان في ثايرويد جلاند عند البيشنت ده ولا لا، لان انا مش هشيل يعني لو شلتها وهو ما عندوش اثر من ثايرويد جلاند خالص، يبقى انا كده ما اديتوش الثايرويد هرمون اللي هو عايزه. اوكي، فلازم اتاكد ان هو عنده جزء مثلا من الثايرويد جلاند او فعلا ثايرويد جلاند موجود في النك، ده اول حاجه. اوكي طيب لو هو موجود خلاص يعني يبقى انا هبتدي اشيلها عادي. اوكي طيب ايه لو هي بقى ثايرويد جلاند اصلا مش موجوده؟ قال لي ساعات بيعملوا ايه، بيجيبوا هي نفسها دي ويعملوا لها امبلانتيشن، يعني ياخدوا حته النوديول دي ويعملوها امبلانتيشن يودوها مكانها في النك. اوكي او لو برضو بقى ان انا شلتها وعملت ديفكت او ديفيشنسي في الثايرويد هرمون، طبعا يبقى لازم ادي البيشنت ده ريبليسمنت برضو. اوكي المهم ان انا اخلي بالي ان انا ما اشيلهاش وخلاص، غير اما اطمن ان البيشنت ده عنده ثايرويد هرمون بتاعه، عنده ثايرويد جلاند في النك، لا اما اعمل لها امبلانتيشن، لا اما اشيلها لو هو لقيت الثايرويد جلاند ده كله موجود في النك، يبقى انا هشيلها خالص عادي. كده احنا خلصنا ال disturbances اللي related للتنج، كبيرة ومليانة وحاجات acquired وحاجات developmental، وعرفنا ايه الكونديشنز اللي ممكن حتى تقابلنا في عياداتنا later on ان احنا نشوف حاجة منها يعني ممكن تحصل يعني. طيب نيجي بعد كده ان انا عندي الاورال ميكوزا. الاورال ميكوزا فيها ايه بقى؟ ايه المشكله في الاورال ميكوزا؟ اول حاجه عندي حاجه اسمها فوردايسيس جرانيوز. فوردايسيس جرانيوز دي ان اكتوبيك كونديشن برضو، يعني اللينجوا ثيرويد نوديول كانت اكتوبيا والفوردايسيس جرانيوز دي كانت اكتوبيك برضو. طيب ايه بقى الاكتوبيا هنا؟ انا عندي اورال ميكوزا فيها حاجه اب نورمال مش موجوده فيها، ايه هي؟ سيباشيس جلاندز. يبقى هي اكتوبيك كونديشنز ان ويتش سيباشيس جلاندز موجوده في الاورال ميكوزا. اوكي يبقى احنا هنضمها على كل الاكتوبيك كونديشنز اللي احنا عارفينها. طيب ليه سبيشس جلاندز؟ هو سبيشس جلاندز دي موجوده فين؟ قال لي سبيشس جلاندز دي موجوده اصلا في السكين مش في الاورال ميكوزا. طيب هي لقيناها في الاورال ميكوزا، طبعا هي ليها طبعا يعني انا ما رضيتش اكتبها لكم في النوتس، بس يعني انتوا هي في مشكله ان انا during development برضو بتاعت الاورال ميكوزا والبرانكيال ارشز ودخل سيلز، يعني هي قصه كده شويه، بس هي مش مهم يعني ما رضيتش اقول لكم ايه يعني ايه يعني اتكونت ازاي او ليه حصل كده. تمام في الباكال ميكوزا بقى لما اجي ابص عليها زي شكلها كده، السبيشس جلاندز دي لونها ايه؟ ما هي بتطلع سيبم فلونها ايه؟ يلوش. طيب لونها اليلوش ده بس شكل ايه؟ يلوش سبوتس، سبوتس صغنونه كده قوي، بين هيد، بين هيد يعني عامله زي راس الدبوس صغيره جدا، سيمتريكالي يعني كلهم كده تحسوا انها نقط صفرة كتيره كده اهي شبه ايه بعض، تبقى اكتر من الايه من في الباكال ميكوزا، بتبقى ممكن مالتيبل زي الكيس بتاعتنا او الصوره دي، وممكن تبقى سنجل. لو انا فتحتها السبيشس جلاندز دي بتفرج عليها، هي المفروض احنا اتفقنا انها تبقى في الايه؟ في قريبه من الهير فوليكلز مش كده؟ وهي ده الفانكشن بتاعها انها بتطلع سيبم يعني في قريبه من الهير فوليكلز، ده في السكين. طب في الاورال ميكوزا قال لي انا لما افتح اشوف السبوتس دي هتفرج عليها في البيوبسي هلاقي انها سبيشس جلاندز. طيب سبيشس جلاندز بس ملوش فانكشن ليه؟ قال لي لو انا فاتح على السيرفس زي الصوره، يعني ادي سبيشس سيلز اهي كلها دي، قال لي بقى بتفتح على السيرفس، قال لي بتبقى مقفوله بلوكد باي كيراتين، فما بتطلعش فانكشن لان هي مش مكانها الرئيسي، ومفيش هير فوليكلز جنبها عشان اطلع الايه؟ السكريشن بتاعي، فمفيش هير فوليكلز بلوكد باي كيراتين. اوكي وهي مفيش داكتس فيها، وممكن لو لقينا داكت هتبقى الداكت تبقى بلوكد وما بتطلعش اي سيبم لبره، مفيش اي يعني فانكشن ايه ليها. نمبر 2 عندنا الوايت سبونج نيفس او الوايت فود جينيفوس توماتايتس، وده كان كونجنتال وكان هيريديتري كونديشن، عنده مشكله في الكراتينايزيشن، وكان كمان بعتبره فيه بيعتبروه كمان كان كونسيدر تو بي هامارتوما، هتحطوه مع الهامارتوماتس كونديشن اللي تعرفوها. واحنا شرحناه بالتفاصيل مشروح هنا في النوتس عندكم، بس احنا شرحناه مع النيفاي في البناين تيومرز. آه
طيب وبكده انا كده خلصنا التشابتر بتاع السوفت انوماليز، او الجزء المفروض ان احنا علينا فيه يعني او محددينه فيه بس. وكده الكاريكولم بتاعنا يكون خلص كده بالتشابتر ده اللي هو اخر حاجة عندنا. Thank you for your listening.